الهيئة العامة للترفيه تقدم مسابقات القرآن والأذان العالمية، أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم وأول مسابقة للأذان في العالم لأصحاب الأصوات الجميلة والمؤثرة بمجموع جوائز يصل إلى 12 مليون ريال. جوائز الفائزين في تلاوة القرآن، جوائز الفائزين في الأذان. شارك معنا في مسابقات القرآن والأذان على www.quranadhanawards.com في 3 خطوات بسيطة لتسجيل أو تحميل مقطع صوتي أو فيديو مدته لا تتجاوز 2 دقيقة، وانشر بصوتك السعادة والطمأنينة.